بقالنا سنوات طويلة بنقول إنه شوارع مصر بقى فيها حالة كده من العشوائية والفوضى، اتسبب فيها مش بس طريقة قيادة الناس ودي حاجة كلنا مسؤولين عنها، لكن كمان أنواع المركبات. يعني بطبيعة الحال أي تخطيط هيبقى قائم على إن أنا أهيئ الشوارع تبقى آمنة لأنه الناس تمشي بأمان وأنه العربيات تمشي بأمان وأنه مثلا الراكبي الموتوسيكلات يمشوا بأمان وهكذا، يعني تعرف تحضر الشارع من أنه يبقى متقسم التقسيمة دي. لكن عندنا كائن دخيل كده على شوارعنا المصرية بقاله سنين الناس بتعاني منه، اسمه التوك توك. والتوك توك مش بس خطورته في شكله ولا أننا لا سمح الله بنتعالى على أنه عربية صغيرة أو مركبة شكلها قبيح بصراحة، لكن كمان ارتبط بحوادث كتير، عدم ترخيصه في بعض الأماكن. لكن هيظهر رأي من الناحية التانية ويقول لك لا ده خدم أماكن كتير ما بتوصل لهاش مواصلات، خدم أماكن كتير في المناطق الشعبية. هيجي لك الرد من الناحية التانية ويقول لك لكن شوارعنا العمومية بقى فيها غزو من التوك توك، وده لا غير لائق حضاريا بصراحة، ولا طريقة القيادة ولا شكل المركبة دي يليق على كل التحضر والتقدم اللي بيحصل واللي بنحاول نوصله في شوارعنا في مصر. ليه بقول لحضراتكم بقى الخبر ده؟ لأنه لما نتكلم عن أنه متى ينتهي التوك توك، ده كان سؤال بقى له سنين ملوش إجابة غير إذا ظهر بديل، والبديل ده لازم يكون في شرطين. الشرط الأول أنه يكون بديل سهل تطبيقه وسهل انه الناس تتجاوب معاه وتقتنيه بدلا عن التوك توك، وكمان ان الدوله تكون حاضره عشان تنظم اختفاء التوك توك وظهور حاجه بديله اكثر تحضرا واكثر، وده الاهم جدا، واكثر امانا للناس. الخبر الحلو بقى ان وزاره الانتاج الحربي بتنفذ مشروع، او نفذت بالفعل مشروع لانتاج مركبه خفيفه ليها 4 عجلات وبتعتبر عينه لمقترح بديل للتوك توك. العربية اللذيذة اللي شايفينها قدام حضراتكم دي كمان صديقة للبيئة، يعني بتشتغل بالكهرباء وحجمها قريب قوي على فكرة من حجم التوك توك، وزي ما انتم شايفين شكلها جميل. يعني انا اول ما شفتها قلت دي مش بس تنفع توك توك او بديل للتوك توك، تنفع عربية للطلبة، تنفع لأسرة صغيرة، معرفش بقى التفاصيل، لكن نعرف التفاصيل ونفهم اكتر من الاستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للانتاج الحربي. مساء الخير عليك استاذ محمد. واهلا بكل المشاهدين. بداية خليني بس أوضح أن حتى الآن المركبة اللي تم الإعلان عنها هي بتعمل بالبنزين والغاز، ولكن من المقرر يعني العمل على تطويرها لأن هي كمان تعمل بالكهرباء، فهي لسه يعني لم تقرر أن هي تعمل بالكهرباء، فهي عينة لمشروع مقترح تنفيذه ما بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والقطاع الخاص ممثل في شركة جي بي أوتو غبور. زي ما حضرتك ذكرتي هي عجل او عربه على 4 عجلات وهتكون بديله للتوك توك، وبتعمل بمحرك ثنائي بنزين وغاز، ويعني بتمشي حوالي 550 كيلو منهم 250 كيلو بالبنزين و300 كيلو بالغاز الطبيعي، وهي حاصله على شهاده اي مارك الاوروبيه ومعتمده من الهيئه المصريه العامه للمواصفات. والحقيقه ان تصميم العربه كمان او المركبه بيؤهلها ان هي تمشي في المناطق غير الممهده والمناطق الضيقه، وده يعني اهم حاجه تعينا ليها وتسعى الوزاره ليها علشان تكون بديل امن للتوك توك زي ما حضرتك ذكرت. يعني حضرتك صححت لي معلومه ان هي مش بالكهرباء لكن هي بالغاز الطبيعي والوقود البنزين. والوقود مظبوط، هي بتشتغل بالبنزين وبالغاز الطبيعي، ومن المقرر ان شاء الله ضمن مشروع الوزاره لهذه المركبه او هذه العينه اللي تم الاعلان عنها ان من المخطط ان شاء الله العمل عليها ان هي تكون بتعمل بالكهرباء. طيب عندي اسئله كتير، اولها انه هل ده بروتوتايب، يعني ده نموذج غير موجود في أي مكان في العالم لكنه من إنتاج هذا التعاون بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي وغبور أوتو، ولا النموذج ده موجود لكن إحنا بنحاول نطبقه بطريقتنا أو بمقاييس خاصة بينا؟ بالتأكيد موجود في دول أخرى، ولكن إحنا بنحاول نعمله بشكل يتناسب مع طبيعة الشوارع المصرية، وكمان بيكون بنسبة مكون محلي عالية جدا إن شاء الله.
زي ما حضرتك قلت ان هي يعني مجهزه انها تمشي في شوارع غير ممهده، وده يجاوب على اسئله الناس اللي بيقولوا هو التوك توك الوحيد اللي بيدخلنا في بعض المناطق. احنا عندنا معيارين، اولا ان احنا نتمنى انه الشوارع العشوائيه الغير ممهده تختفي، لكن على كل حال زي ما حضرتك قلت الشوارع الضيقه. سؤالي الثاني عن الإتاحة، يعني في بالتأكيد جدول زمني بما أنه في تعاون وفي تدخل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي وزارة التجارة والصناعة، إيه المدى الزمني اللي ممكن نشوف أنه يتحول هذا الإنتاج المبدئي إلى إنتاج كبير ممكن بالفعل يبقى ضمن خطة تطوير وتحديث منظومة النقل أو المواصلات العامة في مصر؟ يكون يعني الانتاج الكمي لهذه المركبه بدا بالفعل، وان شاء الله مع نهايه العام يتم طرحها، ويعني ونقدر نشتغل بعد كده على فكره تطويرها لان هي تكون بتعمل بالكهرباء. حلو جدا. سؤال اخير، هل الفكره بما انها هتكون مدعمه من الدوله عشان تساعد الناس اللي عندهم توك توك، هل هتكون كمان متاحه للجمهور انه حد عايز يشتري عربيه صغيره على قد امكانياته ده ممكن يكون وارد؟ هي سياره هتطرح في السوق ولا هتطرح بس للاغراض دي؟ يعني ان هي تطرح في السوق بيكون في معايير اخرى صناعيه لازم تكون متوفره فيها، فده يعني من مخططات الوزاره ان يكون في يعني مركبة تعمل بالكهرباء إن شاء الله من تصنيع مصانع الإنتاج الحربي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بكر متحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي. والسيارة اللذيذة دي بحسب تصريحات أستاذ محمد مفروض تطرح في السوق في نهاية العام الحالي. بعتقد انه في وقت التخطيط والتنفيذ لانتاج العربيه دي باعداد كبيره هيكون في وقت تحضير وتنسيق كمان مع وزاره الداخليه ومع الهيئه العامه للمرور ومع اطراف كتير ممكن تكون معنيه بانه مش بس الطرح لكن كمان مراحل التطبيق.